ده مين الراجل ده؟ منير ده بابا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا انكل؟ مين الافندي؟ انا اكمل، اكمل حسين جاركم ساكن في وشكم. حضرتك الظاهر مش فاكرني، انا اللي كنت جنب جميله وانت بتكلمها في التليفون لما قلت لها كنسل يا جميله، مش فاكر المكالمه دي؟ اكمل، اكمل ابن الجيران اللي ساعدنا عشان نفتح باب الشقه لما نسينا المفتاح وضاع مننا وكده، فاكر؟ ايوه يا عمي، انا واجهت صعوبات كبيره جدا جدا في التدوير على المفتاح. فكره انك تدور على مفتاح بحجمه صغير بتحتار هتلاقيه فين، بتدور عليه هنا ما تلاقيهوش، تدور عليه هنا ما تلاقوش، فتقلق اكتر، فتفكر اكتر وتقرر انك هتلاقي المفتاح، هتلاقي المفتاح فما تلاقوش، فتحمد ربنا لانك عملت اللي عليك. فعلا يا ابني، هي مشكله بتواجه الشباب اليومين دول انك تلاقي مفتاح. عموما اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك يا عمي. اتفضل يا ابني عشان نتغدى مع بعض. لا معلش سوري، اعذروني بقى مره تانية وثالثه ورابعه. لا انا حاجة كتير لان الجيران في الاخر في وش بعض، احنا هنتحسب على بعض يا عمي. ان شاء الله يا ابني. ان شاء الله. هدى، خد يا هدى، انا هخش دلوقتي اخد حمام وشاور لاني تعبت جدا وعرقت جدا، بقالي 3 ساعات في سوق الخضار بدور على 2 كيلو قلقاس. انا مش فاهم حبكت يعني تاكل قلقاس النهارده؟ هتخس ايد يعني ولا هتخس رجل؟ حبكت يقول لك قال ايه، مفيش بشاير يا بيه بشاير. ان شاء الله تقعد وتاكل قلقاس معانا. لا يا عمي معلش انا لازم امشي. لا لا يا ابني ما يصحش، لازم تدوق قلقاسي. لا يعني هي مش ناقصه اسوأ يعني. لا اسود ايه، قلقاس، قلقاس طبيخ. انا عايزك تقعد عشان تدوق قلقاسي. ما انا عارفه القلقاس، ما انا ماما بتعملهن. لا هناكل ونشوف قلقاسي ولا قلقاس ماما. ان شاء الله يطلع قلقاسنا كلنا حلو يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عمي، انا لازم امشي علشان الشغل سوري، بس انا زي ما قلت لحضراتكم هاجي لكم تاني باذن الله. ويا ريت ايه المانع يعني في يوم نجيب قلقاسنا وقلقاسكو ونقلقس كلنا بقى سوا بقى. يا ريت والله. يا ريت والله. بس يبقى يوم من اول النهار باذن الله يا عم. ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. انست وشرفت يا ابني. ربنا يخليك. ربنا انست وشرفت. بعد اذنك يا طنط. اتفضل وسلمني على ماما وبابا. ماشي، باي باي يا جميله. باي باي. باي باي. هوجه معاك. اتفضل. ما تنساش ميعاد القلقاس وعزومه القلقاس. منير امسك يلا على المطبخ. يا ست اصبري شويه، استنى اما الراجل يمشي. امسك، ميعاد الغدا جه. طيب بقول لك ايه، في خضره؟ لا مفيش خضره. وانت ما جبتش معاك؟ ما جبتش، ما لقيتش سلق. طب هنعمل القلقاس ازاي؟ يعني هنزل تاني؟ ده ايه العيشه الغلب دي؟ كده ميعاد الغدا هيتاخر. قولي لي، بتحبي القلقاس بالرز الابيض ولا بالعيش؟ خبط لي صاحب المكتب. هلا، في حد سأل عليا؟ لا. ليه كل يوم اسال السؤال ده وتقولي لا ليه؟ هو حد يعرفه ده عشان يسال عليه؟ من بكره يا هلا، من بكره تجيبي لي ناس تسال عليا. مستر اكمل. الا ده ماشي، طلع كده. استاذ اكمل جوه؟ ايوه حضرتك جوه. ايه ده؟ خير؟ في ايه؟ لا خير خير خير. انت عندك لمؤاخذه نمشي الشمال ملخلع شويه، مش لما نخرج من بيوتنا نخلي بالنا من رموشنا ونثبتها كويس ولا ايه؟ بس عموما ده علاجها سهل، ده عامل زي بالظبط رفرف العربيه بيقع بيها، ده محتاج كلبسين صغيرين، انا عندي الكلبسات دي علاجهم سهل، تدي لي 2 و3 كلبسات بتبقى متوفره، اكلبسك بكلبستين 2 بس هتلاقي الرمش على كده ثبت ثبت خالص والله. ان شاء الله. الرمش ده منين؟ صيني؟ لا من الهند. عشان كده الزلومه، من قصدي الشفايف كده تلاقيها عامله كده، شفايف بتبقى في الروج مع فخر. على فكره استاذ اكمل في مكتبه، حضرتك تحب ابلغه حاجه؟ ايه الروج يا هادي؟ قلت لك 100 مره
محدش يحط روش في الشغل. احنا عندنا زباين، ممكن اي زبون يكون ضعيف الشخصيه شويه، ربنا ما يعلم بيه، ما حدش يعلم بالنفوس شكلها ايه، ممكن يضعف. واحنا عندنا الناس ما تبقاش كده، في زباين محترمه بيخشوا، الروش ده ما يتحطش تاني. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ الروش بتاعها في حد حاطط روش بالعرض كده؟ ما ينفعش، وروش ناصع كده، فما ينفعش خالص يا استاذه رحمه. وانت مالك انت بالحاجات دي؟ الحاجات دي انا اقولها مش انت. تعال ورايا. اوكي. امسح الروش وتعالي لي علشان انا اظبط لك الكلبسات بالمره. يلا. حاضر يا هاني، حاضر حاضر. هي كلمه واحده ما فيش غيرها. صح، هي كلمه واحده وما فيش غيرها. اللي ايه بقى؟ امك هتقولها ايه؟ هتقولها كمان مش عارفها. اخرس، انت هتتجوز منى الاسبوع ده، واوعى تقول لي لا. عارف لو قلت لا، لا في عربيه والمكتب ده هيتقفل، والفلوس بتاعت ابوك اللي انت متكل عليها انا هخليه يوزعها على الجمعيات الخيريه. لا، انا لا اسمح بفلوسي وشاع عمري يتوزع في الاخر على الجمعيات الخيريه. لا يمكن يا رحمة. ازاي يعني؟ ما لازم ينفذ اللي انت بتقول عليه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ما انا مش عايز اتجوز منى، ما بحبهاش، ما بقى انا عايز ابقى فقير وابقى يتيم ومش عايز اتجوز منى. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك، منى دي قمر قمر قمر. قمر منين يا بابا؟ قمر واسمع كلامها. اصل انت مش فاهم، يعني انا مش قادره افهم، يعني منى دي فعلا نعمه من عند ربنا وجيت لك، وانت اللي بترفس النعمه برجلاتك. مين اللي يرفس النعمه؟ منى تترفس؟ لا يا بابا، منى لو رفضتها هغرز، ولو غرست مين هتطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا. انا هطلعك، ده محمد رشدي قال لها تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. يعني الوحيده. انت بتقول اي حاجه يا بابا؟ والله والله العظيم اي حاجه يا ماما. منى دي مش هينفع، مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا، احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطه؟ لازم اسيطر على اركانها دي، لازم اجنزرها عشان اعرف احتويها يا ماما. انا بلعب في وزن وهي في وزن تاني، انا خفيف متوسط هي تقيل متطور، يعني لسه هتتخن وهتتخن وهتتخن على كده. عامل كده اعمل ايه في الواد ده؟ الواد ده يعني ما طلعش زيك ازاي ده يا حبيبي؟ انت ايش فاهمك في الستات؟ انت لسه صغنن، انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربه كده وماليه هدومها كده وعامله زي البطوطه وتترنح يمين وتترنح شمال. قمر قمر قمر. ايوه، الست لازم تبقى كده بطه بطه مدملكه كده. انا بطه يا دونو. انت يا حبيبتي انت فروخه يا اخويا، انت جميله. الست لازم تبقى راسيه على الارض وهي ماشيه راسيه كده. والله بتقول اي حاجه يا ماما. نعم ادخل. بس انا هنا جاي مركزي برضه، انا صاحب الشركه. ادخل. يا سلام. المهندسه الجديده وصلت. ليه بتقولي دلوقتي؟ ليه طيب؟ ماشي يا سكرتيره هلا، روحي جيبيها بسرعه. اتفضلي. رنا بتبص لك كده ايه؟ انا مش عارف ايه ده، انا مش عارف ايه ده. اديكي جيتي ولقيتيني بزعق لها بره. قلة الادب دي. وايه حكايه المهندسه الجديده دي بقى ان شاء الله؟ دي مهندسه ماما سياده الوزير موصيني عليها. سياده الوزير من امتى بيبعت لنا مهندسين؟ من النهارده كلمني وقال لي احنا في مهندسه جديده كانها انا بالظبط. يا نهارك اسود ب60 نيله، انت ايه اللي جابك هنا بتنتي؟ هو المكتب بتاعك؟ احنا هنستقبل. انا لو اعرف ما كنتش خطيت هنا لحظه. جميل، استنى. انت رايح فين يا واد انت؟ خليها تروح في 60 داهيه. يا ماما تروح في 60 داهيه ايه ده؟ وزير يا جماعه، وزير يا بابا. لا وزير جامد جدا. ايه جميله، تعالي هنا. بس رايحه فين؟ اوعى ايدي كده، انت اتجننت في ايه يا جميله؟ رايحه على فين طيب؟ انا لو اعرف ان المكتب بتاعك من الاول ما كنتش جيت هنا.